اهلا بيكم في حلقة جديدة من رمضانيات القهوة، والنهاردة هنتكلم عن مسلسل البرنس. تساؤلات كتير: هل محمد رمضان بيكرر نفسه ولا دون فكرة جديدة؟ هل المسلسل اتعمل قبل كده ولا لا؟ هنتكلم في كل حاجة عن مسلسل البرنس وهنعمل مراجعة شاملة لأول 7 حلقات من المسلسل. فأنت لو مشوفتش أول 7 حلقات من المسلسل روح شوفهم، بعد كده ارجع تاني عشان أكيد هحرق شوية حاجات في الحلقة دي. فنخش في الحلقة، انزلها باللايك واعمل سبسكرايب في القناة وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات أول بأول. يلا بينا نخش في الحلقة. المسلسل بيفتح وبيبدأ إن فيه 7 إخوات، في 7 إخوات من حامل البرنس، لكن حامل البرنس جايب الـ7 إخوات دول مش من أم واحدة، لأ من أمات معددة، 3 أمهات. رضوان البرنس جاي من فاطمة، وباقي الإخوات جايين من أمهات مختلفة، مش نفس الأم كلهم. هنقسم المسلسل لإيجابيات وسلبيات. إيجابيات المسلسل إنه قصة جديدة عن محمد رمضان. محمد رمضان ما عملش قبل كده دور اللي هو أنا اللي معايا الحاجة، أو أنا اللي أنا بقى هبقى أنا المسؤول عن الحاجة. لأ، محمد رمضان في مسلسلاته اللي فاتت كلها بعيدًا عن الأسطورة كان هو اللي بيبقى المظلوم، وبعد كده بيبقى بقى بيكبر ومعاه فلوس وكل الكلام ده. لكن في المسلسل ده قصة مختلفة، ان هو اللي معاه الفلوس، هو اللي واخد الفلوس بعد ابوه مات في 3 حلقة. بالمناسبة دي تالت رمضان محمد رمضان ابوه يموت في 3 حلقة في المسلسل بتاعه. مش عارف هل دي بقى صدفة ولا المخرج قاصد ولا ايه الكلام، بس هو في نصر السعيد 3 حلقة ابوه مات، وفي زلزال ابوه برضه مات في اول حلقة، بس عم جبريال مات بعديها، وهو السنة دي كمان يعني 4 مواسم ورا بعض او 4 رمضانات ورا بعض محمد رمضان ابوه بيموت في الحلقة الثالثة. وبعد ما بوبو يموت وكله بيحصل مفاجأة بقى، بعد ما بوبو يموت في 3 حلقة حامد البرنس، بتبتدي بقى المسلسل يبتدي يبدأ ان فتحي اللي هو احمد زاهر بيبتدي اللي هو عاوز ياخد الورث، عايز يبيع البيت وعايز يقسم الفلوس وعايز يقسم الورث، ان هو اكبر واحد بعد ادوارد اللي هو عبد المحسن عايز يقسم الورث اللي هو جامد يعني كده. ففوجئنا في الحلقة الرابعة او الثالثة محمد رمضان بيقول لهم اهدوا محدش هيبيع حاجة. فتحي قال له ازاي انت ماشي كلامك علينا ولا ايه وكل الكلام ده، قال له اه همشي كلام عليكم. قال له ازاي مش عارف ايه، قال له ابوك قبل ما يموت كتب لي كل حاجه بيع وشراء، هيجان وثريان وانت كذاب وانت مزور وانت وانت وانت. وياسر بيقول له انت لبت له في الدرع علشان تنيمه وكلت حقنا. محمد رمضان بيقوم اه اخوك كلكم، فاللي هو محمد رمضان خلاص فتح نار عليه، نار جهنم حرفيا. بعد ما خلاص بقى عرفنا ان الورث كله مع محمد رمضان، الاخوات بقى عايز تاخد ورثها، اللي هو خلاص احنا عايزين ناخد ورثنا بقى. فكل واحد ابتدى يفكر بطريقته، وعبير بتطلع تضرب مراته لبنى تضربها وبتاع. المشهد ده بصراحه عجبني جدا جدا. ليه بقى؟ لان عبير فرسه كل الناس اللي بتتفرج على المسلسل، فمحمد رمضان لما ضربها فش غلنا اللي هو ياه ارتحنا والله اللي هو كده. بعد ما اتضربت محمد رمضان طلعت تضرب لبنى وعايزه ورثي والورث بتاعي، وانت حرامي وانت وانت وانت. قالها لو كلمت على بنات على عيالي ومراته بطريقه وحشه، وراح هوب ظرفها قلم غفله وراح داب رجله وراح مشيو. محمد رمضان خلاص انا الورث معايا مش هدي الورث لحد. ترى فكرنا احنا عايزين ناخد ورثنا بقى، عايزين ناخد الورث بتاعنا اللي احنا حقنا. احنا شايفين محمد رمضان وحش وقعد يدحلق لابونا وقعد هو اللي انا حبك وانت حبيبي وكل الكلام دون علشان يخليه يديله الورث كله لوحده. لكن مفاجاه ان حامد البرنس بايع لمحمد رمضان بيع وشراء قبل ما يموت بسنتين. فانت اكيد عارف ان انت في وعيك بقى، لو في اخر ايامه اللي هو بيغفله محمد رمضان، لا هو مديله الحاجه بيع وشراء بعقل هو انا عايز ادولك بيع وشراء. فكله شايف محمد رمضان وحش وهو اللي كلهم وكل الكلام ده، وعايزين ناخد ورثهم. طب هنعمل ايه يا رجاله، هنعمل ايه هنعمل ايه؟ احمد زاهر ومراته روجينا فدوى اللي هم خلاص قرروا ان احنا هنقتله. احمد زاهر اللي هو بيفكر ان انا هنقتل رضوان، فدوى جايت له فكره جديده، قلت لو عايز تقتل رضوان تقتله هو ومراته وعياله، علشان لو هو مات لوحده ومراته وعياله هم اللي هيورثوا مش انتوا. ففكر فكر فكر الى ان جت اللحظه اللي هم خلاص جمع كل اخواته وقال لهم انا هقتل رضوان، احنا هنقتل رضوان على رضوان ومراته وعياله. الوحيده اللي اعترضت هي النوره الاخت الصغيره، خلاص احنا الوحيده الغلبانه اللي فيهم الوحيده اللي بتحب رضوان، فهي اعترضت بشده. فابتدى يهددوها ياسر، ابتدى يهددها وفتحي ابتدى يهددوها اللي هو لو جابت سيره هتموت معاهم.
وبتمشي الاحداث تمشي السيناريو، وفتحي بيحاول اللي هو بقى ايه يخلي صوره رضوان وحشه بان حماده صاحبه اللي هو كان خطيب نوره اللي اتحبس في اول حلقه تقريبا او اول حلقتين بعد ما سرق جوز مراته جوز اخته اللي هي نوره الممثله اخت حماده اللي هو علا وحماده يعني في المسلسل، سرق سرق جوزها الجواهرجي. وفتحي بيقول لنوره بقى ان رضوان كان بيسرق مع حماده ورضوان لبسها لحماده لوحده. تمام، رضوى نوره خدت الكلام ده وخدت ليه عايزه ايه بقى تروح تزور حماده عشان تاكد من الكلام ده. راحت للمحامي وعايزه بقى ايه اطلع تصريح. المحامي قال لها جيبي لي حد كبير يا بنتي عشان تطلع لك التصريح بتاع بتاع الزياره عشان شكلك جاي من ورا اهلك. عيطت كل ده وروحت، راحت لرضوان قالت له رضوان انت سرقت مع حماده؟ قال لها انا عارف مين قال لك الكلام ده. فتحي قالت له انا مش مصدقه بس حبيت ااكد من جوايا اللي هو بيكذب عليا واللي انا عارفاهم. بعديها طلع لهم بقى ايه عايزين يخلوا نوره تهدى شويه، فراح خدوها في عزومه وقال لها احنا كنا متعصبين والكلام ده صرفنا نظر وكل الكلام ده، بس نوره ارياهم وحافظاهم وهرشاهم. عدت الموضوع وماشي وانا ماشيه وكده، ورحت لرضوان قالت له الكلمتين اللي قلت لك عليها من شويه. بعد كده الاحداث بتدور، لبنى بتلاقي صوره علا اللي هو نوره الممثله، رضوان كان بيحب علا زمان وعلا رفضته وقالت انت صغير وخلاص صغير وكده. بعد كده اتجوز لبنى وخلف العيالين. بعد كده علا بعد ما اتطلقت رجعت الحاره تاني، فالحب القديم رجع تاني، فخد صورتها وحطها في جيبه. مراته بتغسل الهدوم خدت الصوره، فلما خدت الصوره ها بقى يا معلم عملت ايه؟ لمت شنطها وخدت العيال واتكلت على الله. روحت وراحت عند ابوها كده وهو بيجيبها من عند ابوها. هنا بقى المفاجاه، خلاص قرروا ان هم يقتلوها. هنقتله ازاي؟ دي مراته مشيت من البيت، قال لهم دي انسب فرصه ان مراته مشيت. وانتهز الفرصه دي، فتح اللي هو احمد زاهر وخلى جوز مراته جوز عبير هو اللي ينفذ الحته دي، وراح جاب عربيه نقل. ومحمد رمضان هو بيعدي تك خبطه، وبعد ما خبطه بالعربيه وعمل حادثه كله كان مستني موت الاربعه رضوان ومراته وعياله. لكن كانت المفاجاه ان رضوان عمل عمليه في بطنه ومراته وابنه ماتوا وبنته عاشت. بقى كده رضوان وبنته هم اللي عايشين والحادثه ما نجحتش. ده في اول 7 حلقات في المسلسل اللي هم عايزين يقتلوا رضوان، بس رضوان ما ماتش. ولسه هنشوف الحلقات الجايه الحلقه الثامنه لحد الحلقه 14 وهجي لكم تاني في حلقه جديده. بس هنا بقى اللي عايزين نقوله، هل محمد رمضان بيكرر نفسه؟ لا، محمد رمضان مش بيكرر نفسه نهائي. محمد رمضان المسلسل ده كويس جدا، جميل جدا، شدك انت عايز تعرف الباقي، عكس الثلاث سنين اللي فاتوا اللي الثلاث سنين المسلسلات اتعملت الثلاث سنين اللي فاتوا مش شدينك اللي انت مش عايز عادي اللي هو جت اتفرجت مش مهم عادي مش فارقه. لكن السنه دي محمد رمضان لا شدك، وقصه جديده اول مره محمد رمضان يعمل القصه دي، مش مكرر نفسه نهائي. بس في حاجات تركت اللي هو انت لازم تحافظ عليها بقى، اللي هو ان الحاره قبل كده عملت في حاره وكل الكلام ده لازم تجدد بقى. يعني لازم محمد رمضان يجدد. بس المسلسل ده حلو جدا، بعيدا بقى ان محمد رمضان الناس بتكرهه او شخصيته او كل الكلام ده، لا المسلسل ده حلو جدا جدا جدا، وبقول لكم اتفرجوا عليه لو انتم ما اتفرجتوش عليه. هنتكلم على ده ممثلين كده في نزوه بسرعه عشان اكيد اخر رمضان نتكلم على ده كل ممثل لوحده. لكن محمد رمضان اداء محمد رمضان معروف عنه، محمد رمضان ممثل كويس. محمد رمضان عمر الشريف قال لك عليه افضل مني، افضل من عمر الشريف ذات نفسه. فانت متخيل ايه من مهمه محمد رمضان؟ محمد رمضان ممثل كبير. احمد زاهر عظمه العظمه بصراحه، احمد زاهر وروجينا دويتو عالي قوي عالي قوي 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 بصراحه، دويتو ملوش حل. يعني احمد داش عامل دور كويس جدا، الشمام اللي عايز يشم اللي مش قادر كل الكلام ده، لا دور كويس جدا 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 من احمد داش. ادوارد وجوز الرقاصه وكل الكلام ده برضه ادوارد طلع بدور كويس جدا. وادوارد يا جماعه ادوارد اللي بيضحكنا ده في وسط اللي احنا شايفينه ده وسط الشحم ده كله لازم يطلع بافيه يضحكنا. ادوارد بصراحه برضه اداؤه كويس، اللي هو ادوارد المتعارف عليه. احمد مهران اللي هو حماده ده اداؤه بصراحه حلو قوي حلو قوي قوي قوي، رياكشناته عياطه حزنه لا رياكشنات طبيعيه، اللي هو لا لا الولد كويس جدا جدا جدا، ممثل بارع وبتمنى يعني متوقع له مستقبل بارع الفتره اللي جايه. ممثل قدير عبد العزيز مخيون طلع هم 3 حلقات بس ادى دور كويس جدا، مش هتكلم عبد العزيز مخيون بصراحه، ممثل قدير وممثل كبير جدا 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 يعني مش هحكم عليه.
بس دي كانت حلقة سريعة عن برنس، وكمان قلت أداء الممثلين بسرعة بسرعة عشان أكيد في آخر رمضان هنتكلم على أداء ممثل ممثل بالتفصيل، فقلت لكم في أول حلقة بس من مسلسل برنس بسرعة كده أداء الممثلين، وقلت لكم كمان رأيي في المسلسل، هو مسلسل كويس جدا 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 ومسلسل جميل جدا، اتفرج عليه لو مش متفرج عليه، وقولوا لي في الكومنتس هل مراجعتي للمسلسل كانت كويسة وشرح المسلسل كويسة ولا لا، قول لي انت بقى رأيك في المسلسل في الكومنتس، ولا المسلسل كويس يستحق المشاهدة ولا مسلسل فكسان، وقول لي تقييمك لأداء كل ممثل في الكومنتس برضه عقبال ما اقول انا تقييم في اخر رمضان. وبس كده في الاول والاخر ده كان رأيي انا، ولو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناة واشتراك وفعل الجرس عشان يجيلك حلقات اول باول، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتنا في الديسكربشن تحت. كان معاكم مصطفى وتاني حلقات رمضانيات القهوة، واشوفكم في رمضانيات جديدة، سلام.